وايد تشوفون هالإعلان بالشارع. أبو العبد منزل شيء جديد وقنبلة. وصلنا أبو العبد. وصل السطل الأول وهذا السطل الثاني. تسلم إيدك. الحين نأخذهم البيت ونفتحهم مع بعض. سطل دياي مشوي سواء بارد أو سبايسي مع العيش ومع الدسوس ومع السفرة. أول خطوة العيش، من زمان ودي أسوي هالحركة. ثالي الدياي وخلطتهم السرية. يا سلام يا سلام، شوفه شوفه شوفه. العيش الثاني، الخلطة الثانية الدياي بالليمون. سلام يا سلام، شوف الخلطة شوفها شوفها. لاحظ معاي ان مع الخلطة تي ذرة، ما قاومت لازم اجرب. وي بطاط معاها، وي طبعا الدياي. تاخذ لك دياية، ما شاء الله وايد دياي، ليش حط نتفة؟ حط معاها بعد دياية كذي، واخذ معاهم بطاطة كذي، وقول بسم الله وجرب. بسم الله. رهيب رهيب يا جماعة، رهيب. مبين عندكم مش كثر الدياي مستوي عدل، والذرة والبطاط والحركات. بسم الله. بكل لقمة حط لك دياي وبطاط وعيش بكل لقمة. والحلو ان الجماعة تعبانين على استواء الدياي. شوف الدياي شو مستوية، ودك تقرمها شي تعضها. بعد المذبحة اللي صارت هني نجرب السبايسي. شوف لي الدياي شو مستوي، تكفى شوف. اول شي ببلش بالذرة. تالي تاخذ دياي من هني، الدياي الشوية الصح. ودير بالك لا تنسى البطاط مع كل لقمة. نقول بسم الله ونجرب. هذه المجزرة الثانية وهذه المجزرة الأولى، وبس والله.